اول حاجه اللي احنا كنا بنتكلم عن النشاط الاجتماعي. بمعنى ايه النشاط الاجتماعي؟ ممكن يبقى حتى مع اولادي، مع زوجتي في البيت. أيوه. مع اصحابي. ما يبقاش في ليه نتجمع ثلاث اصحاب عشان نتكلم في مشاكل الشغل. طب انت ما طلعتش عن مجال الشغل لسه. أيوه. لا انا هنسى الشغل ده خالص، لو جت سيرته في وسط المده حاجه كده على الماشي اوكي، لكن ما تبقاش هي الويك اند كلها ما فيهاش حاجه بعملها غير ان انا بفكر في شغلي. أيوه. او معلش اصل انا مش فاضي، معلش اصل انا الحق انام زي ما حضرتك بتقول، انا هنام بقى ارتاح عشان ده ويك اند بتاعي. لا، وانا افتكر قصه يعني صغيره حصلت معايا انا شخصيا يعني. أيوه. كنت بشتغل بره مصر في فتره. وبعدين فوجئت بالشركه اللي هناك بتقول لنا انه في عندكم حاجه اسمها ار اند ار. بقول لهم ار اند ار يعني ايه؟ فقالوا لي ريست اند ريكريشن. ريست اند ريكريشن، الراحه والابتكار. هي شركه اجنبيه الحقيقه كانت بتدير المكان يعني. وبعدين فبقول لهم اوكي طب ايه يعني اللي انتوا عاملينه؟ فقالوا لي يعني احنا المفروض مأجرين استراحه على بعد حوالي 400 كيلو من المكان اللي احنا بنشتغل فيه. بتروح هناك مجاني، بتاخد ويك اند 3 ايام، مش ويك اند كام يعني 72 ساعه. كل شهرين. وبنوصلك، انت عايز تروح بعربيتك روح، عايز تروح على يعني من عندنا روح. بصراحه اول انطباع كان ليا ايه الجنان ده بقى، انا معقول هسوق 400 كيلو يعني هسوق بتاع 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي او اكتر شويه علشان اريح 72 ساعه؟ طب وهريح امتى؟ بس رحت يعني بعد جرب. بعد اجرب. والحقيقه حسيت انه كم الانتاج بتاعي برغم ان انا يعني انا شغلي مفترض محدود يعني مش ببذل مجهود فيه كبير قوي. أي. بس اقبالي على الشغل ونشاطي في الشغل اكتر بكتير. صحيح. طبعا في تقرا عن الموضوع ده، هي شركه بتدفع كل ده ليه؟ ما اعتقدش انها شركه يعني اسف في التعبير هبل عشان يدفعوا للموظفين كل الفلوس دي. لا، ده في حاجه ورا الموضوع خلتني اقرا بقى كتير عن الموضوع، فاكتشفت فعلا الكلام اللي انا حسيته فعلا بقى، ان الواحد بيرجع بعد الويك اند لا فريش وعايز يشتغل وعايز يبذل مجهود وفرحان بشغله ومستمتع بشغله. هو الحقيقه المدرسه اللي احنا متربينا عليها ان هو اشتغل 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 اشتغل، ذاكر 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 ذاكر، واوقات الراحه دي ملهاش اي اهميه. ولكن اللي اكتشفته بعد كده الابحاث زي ما حضرتك بتقول قد ايه الراحه بتدي دفعه كبيره جدا للشخص او للبني ادم ان هو بعد كده يعيد تركيزه بشكل اكتر، ان هو يعيد مرحله نجاحه. بعيدا عن العمل، عايزه اتكلم مع حضرتك على فكرة الإدمان، وإمتى يصنف أي حاجة إحنا بنعملها في حياتنا تحت بند الإدمان؟ هقول حاجة بالنسبة عشان إحنا في عندنا تقسيمات دولية، يعني فيما في تقسيمين مشهورين قوي، واحد تبع الأمم المتحدة واحد تبع أمريكا. عشان أحط أي حاجة إدمان بيحط لها مواصفات 1 2 3 4 5. مظبوط. لازم يتحطوا بالترتيب، بحيث أن أنا كطبيب مثلا في هنا في مصر بقول الشخص ده مدمن، لو راح لدكتور في أمريكا هيقول ده مدمن، وراح له دكتور في جنوب أفريقيا هيقول ده مدمن، في أي حتة هيقول ده مدمن. بناء على الكرايتيريا أو الحاجات اللي هي الـ يعني الشروط اللي هي حطها. إيه الشروط دي يا فندم؟ الشروط دي مفروض 5 6 شروط، بس هم بالنسبة لنا لا ينطبقوا حتى الآن على العمل. ولا حتى على إدمان الميديا. ياه. ولا على سؤالي، لأن في ناس كتير جدا بتدمن إحنا عرفاً التواصل الاجتماعي، عرفاً بنقول إنه إدمان. ليه؟ لانه على امل انه بعد فتره، لان لازم يبقى في اتفاق عالمي من كل الدكاتره النفسيه على انه ده ادمان. ليه؟ احنا شفناه بالمواصفات 1 2 3 4. لازم يتم اقرار ده. هل ممكن ذكر بعض من المواصفات دي بس عشان يكون عندنا فكره حتى اللي هو بيبقى وقت الوقت اللي بيستخدمه في العمل او في النشاط الما يعني ده بيزيد بالتدريج. يعني النهارده لما اعمله ساعتين، بعد شويه بقى 4، بعد شويه بقى 10، وهكذا بيزيد في الوقت. الحاجة التانية بيبقى على حساب أنشطة أخرى. الحاجة التالتة إنه لما أجي أمتنع عنه تجيني أعراض انسحاب، ودي هنلاحظها قوي في الشغل برضو. أيوه. برغم إنه لسه هسأل حضرتك عن أي إدمان نعرف عنه أعراض الانسحاب دي بالظبط كده، يعني يحصل لي إيه مثلا؟ هقول حاجة بالنسبة في أعراض الانسحاب عموما، طبعا لو كان انسحاب مخدرات بيبقى فيه أوجاع في الجسم وعدم قدرة على التركيز وحاجات. أيوه. حاجات جسمانية. في الحاجات الإدمانات الأخرى اللي هي مش فيها مخدرات بيحصل حاجات شبيهة بكده. بمعنى أنه أنا قاعد مش على بعضي، قاعد متوتر مش عارف أنام، كل ما نام ألاقي دماغي شغالة في الموضوع بتاعي، بستمر في الموضوع برغم حدوث مضاعفات. يعني أنا هقول مثلا بالنسبة للشغل، أوكي أنا جالي أنيميا من سوء التغذية.
وبرغم كده مش مهم برضه هكمل في الشغل. جالي توتر عصبي لان كتير جدا من بسبب الشغل جالنا توتر عصبي كدا. وضربات قلب سريعه وتفكير. اروح للدكتور يقول لي لا هدي شويه، لازم تاخد حاجه مهدئه، لازم انت تهدي شغلك شويه. برغم كده انا مش قادر. لو منعتيني شويه احس ان انا خلاص هنفجر.